السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا محاضرة مع الباشمهندس أحمد، باشمهندس أحمد صلاح. باشمهندس أحمد صلاح من الناس المتمكنة جدا في موضوع التصميم الجنريتيف ديزاين. هو مهندس معماري في شركة هوبكنس أركتكت دبي، هو مهتم بالتصميم والتكنولوجيا، ما شاء الله خبرة أكثر من 7 سنين، واشتغل في مشاريع عالمية، أكثر من 9 مشاريع عالمية، منهم الإكسبو اللي هو موجود في الإمارات. هو اتأجل دلوقتي بس هو إن شاء الله يتعمل السنة الجاية بإذن الله. وإن شاء الله هيكلمنا النهاردة عن الجنريتيف ديزاين وتأثير التكنولوجيا على العمليات التصميمية والاحتياج لإعادة التفكير في أدوات التصميم وإيه هو الجنريتيف ديزاين. وإن شاء الله محاضرة ممتعة، وإن شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة نبدأ نسأل لو في أي حاجة محتاجين نسأل فيها. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم، أهلا بكم. كبداية أحب أشكر مهندس عمر طبعا مش بس على الدعوة الجميلة دي، لكن على المجهود الجبار اللي بيعمله هو وفريقه علشان يوفروا كمية الويبينارز والمعلومات اللي هم بيعملوها. أنا عارف قد إيه الموضوع متعب جدا. طيب، اللي هنتكلم عنه النهاردة زي ما المهندس عمر قال هو الجينيريتيف ديزاين. الجينيريتيف ديزاين هو حاجة من الحاجات اللي بيتجه له مجالنا المعماري بشكل قوي جدا. هنتكلم عن الجينيريتيف ديزاين مش بس كأداة نستعملها، لكن ازاي هي ممكن تغير تعاملنا مع العملية التصميمية، بالإضافة للجدال الشهير ان التكنولوجيا بتأثر على الإبداع اللي هي الأوريجيناليتي، كرياتيفيتي والأوريجيناليتي التصميمية بشكل عام. بنهاية الويبينار هنعرف بوضوح ايه هو الجينيريتيف ديزاين وليه احنا محتاجينه، ازاي تقدر تدخل التول في الورك فلو بتاعك، هتعرف ايه اللي محتاج تجهز نفسك فيه علشان تقدر تتعامل مع الموضوع بطريقة كويسة، وازاي العملية التصميمية تتغير مع التكنولوجيا. قبل ما نبتدي اتشرف ان اقدم لكم نفسي سريعا، يعني مهندس عمر اوريدي قدمني فسريعا اقدم نفسي. انا احمد صلاح، انا معماري مصري، كنت محظوظ ان اشتغل على مشاريع دوليه سواء مع المكتب او سواء في مسابقات شخصيه وجماعيه. حاليا انا شغال في مكتب معماري اسمه هوبكنز اركتكتس في دبي، اللي فيه اشتغلت على مشاريع دوليه في بلاد مختلفه زي دبي، اليابان، لندن، واللي منهم طبعا دبي اكسبو 2020 سيماتيك ديستريكتس اللي المهندس عمر اتكلم عنه. والمشروع اشتغل عليه مشاريع كبيره جدا زي الجزء ده خاص بنورمان فوستر، والجزء الخاص ده خاص والجزء الخاص ده بجريم شو، وهنا برضو كان مقترح تصميم البيج، وهنا الجزء الخاص بادريان سميث وده اللي عمل برج خليفه. فكان المشروع كان من ناحيه التصميم ومن ناحيه الكوردينيشن كانت رحله عظيمه خلال كل مراحل التصميم، لكن انا النهارده عايز اركز على الجزء الخاص بالتولز. المشروع ده كان تحدي في حاجتين، انا مش هتكلم مشروع سريعا بس انا عايز اوضح نقطه اهميه الجينيريتيف ديزاين ولو كانت موجوده في بعض مراحل التصميم بالتطور الموجود دلوقتي قد ايه الموضوع كان هيفرق. بحجم مشروع زي ده، المشروع كان كبير جدا، فكان التحدي كان ان احنا نعمل مانج للاماونت اوف انفورميشن. الماستر بلان كان كبير جدا، واحنا الجزء بتاعنا كان جزء الاجزاء اللي هي الكبيره دي. فكان الموضوع عباره عن ان في اماونت اوف انفورميشن كتير جدا محتاج يتعمل لها مانج، زي الرومز، البريكاس بانلز، الجليزنج، الويندوز، الدورز، اي اليمنت محتاجين نعمل مانج انفورميشن دي وتبان في مكانها الصح. تاني نقطه اللي هي المهمه اللي هي انا هتكلم عنها اللي هي الكومبلكس جيومتري سولفنج. الجيومتري اللي قدامنا دي هي شيدنج ستراكشر، ببساطه هو اليمنت بيستخدم للتظليل بين المباني. زي ما انتم عارفين في دبي الجو حر جدا، فكانت عمليه من التكرار عشان نوصل لهدف معين، وهو ان احنا نظلل الووك واي بتاعنا بين المباني في الساعه 1 الظهر في اسوأ ايام في السنه. فكانت كميه الكونسترينز عباره عن التظليل، ارتفاعات المباني، المسافه بين المباني، الاحتياجات الانشائيه للبانلز، المسافات بين البانلز، البرفريشن نفسه بتاع البانل. فكانت في كميه بارامترز وكونسترينز كانت بتخلي الايتريشنز بتاعنا كتير جدا. في العمليات التصميميه احنا انا كنت بستخدم او احنا كتيم كنا بنستخدم الريفت والداينامو بشكل عام بنسبه كبيره، ومعاها الراين وجراس هوبر. بس اللي انا عايز اقوله مثلا ان لو في الوقت ده بعد ما نتكلم عن الجنريتيف ديزاين لو كانت موجوده بالتطور الموجود دلوقتي كان الموضوع هيكون اسهل بكتير. سريعا هتكلم عن اركاين برضو في اقل من دقيقه. اركاين هو مشروع تحت التطوير جه من الايمان ان الموهبه مش هي العامل الاكبر في النجاح.
بل هو الاجتهاد والمحاولة والاطلاع، وإنك تلاقي حد يوجهك في الاتجاه الصح المناسب ليك واللي أنت شغوف بيه. كل معماري يقدر يكون ناجح بغض النظر عن الموهبة. بس المعلومات كانت كتيرة جدا وفي أماكن مختلفة، وده بيصعب المهمة. يعني مثلا مهندس عمر مثلا بيحاول يجمع أكبر عدد من الناس يقدموا كونتنت معين عشان يفيد الناس. ده جزء من الحاجة اللي احنا مثلا بنحاول نعملها. تاني مشكلة غير المعلومات والكونتنت نفسه هي الجايد، ان انت تلاقي حد ناجح في مجاله او ناجح في النقطة اللي انت بتحاول تتعلمها ويساعدك على الطريق. فهنا جت في فكرة اركاين كوميونيتي، اللي هو كوميونيتي بيساعدنا كمعماريين ان احنا نتطور. في بقى جزء اللي هو الخاص بالليرنينج، اللي هو الكورسز والليرنينج باثز والويبينارز والبلوجز، وفي جزء الخاص بالانجيجمنت اللي هو الفوريومز او الجروبز، وفي جزء الخاص بالاكسبلوريشن اللي هو الستوريز البروجكتس والمود بوردز، وجزء الخاص بالاسيتس اللي احنا بنستخدمها في التصميم بتاعنا اللي هي الاوبجكتس والدوكيومنتس والبوكس. المشروع تحت التطوير، والجزء اللي هتكلم عنه دلوقتي هو اللي هو اكتر جزء ديفلوبد، اللي هو فكره الاركاين ليرنينج. اركاين احنا بنوفر ماتيريال تعليميه، وبنوفر جايد الشخص اللي متميز في النقطه دي في مجاله، بحيث يوفر وقت ومجهود على الناس ان هم يطوروا نفسهم في الجزء ده. الو، طيب هو بس في حد دخل على الخط. طيب زي ما قلت، هو اركاين هو محاوله لمجتمع معماري في الجزء الخاص بالليرنينج والتواصل والنقاشات والاستكشاف. الليرنينج اللي احنا بنحاول نقدمه مش بس له علاقه بالديجيتال تولز، وكمان له علاقه ديجيتال تولز اللي هي البرامج اللي بتساعدنا على التصميم، لا هو كمان له علاقه بالثري موديولز ثانيه سريعا، هم الديزاين سكيلز، التكنيكال سكيلز والبيرسونال سكيلز. الديزاين سكيلز هي حاجه لها علاقه بالسكيلز نفسها، اللي هي ايه، هي الديزاين بروسيس، السكتشنج، الكالر ثيوري، هي التوبوجرافي، التكنيكال نوليدج على سبيل المثال، الستراكشر نوليدج اللي احنا محتاجينها، الام اي بي نوليدج، ايه هي البيلدينج اليمنتس، حاجات بيزكس كتير جدا احنا محتاجين نتعلمها علشان نكون عشان نتطور في مجالنا. البيرسونال سكيلز طبعا هي في حته الايميل رايتنج، والفكره البلوجينج ان انت تعمل بيرسونال براندنج لنفسك، فكره ان انت تتعلم اسرع، تعمل البورتفوليو. فاحنا كمعماريين المشكله بالنسبه لنا ان احنا محتاجين نتعلم حاجات كتير جدا في كذا اتجاه. فهي دي كانت فكره اركاين باختصار. دلوقتي انا هبتدي ادخل جوه، نبتدي الموضوع بتاعنا. خلينا نبدا الموضوع. كلنا بشكل عام اتحطينا في موقف بتناقش فيه عن تاثير التكنولوجيا على التصميم. في ناس بتدافع، يعني مثلا في وقت في ناس بتدافع عن السكتشنج، وناس بتدافع عن الكاد، وناس بتدافع عن البيم. كلنا اتحطينا في الديبيت ده. التطور كل ما كان كبير في اي مجال ممكن يدفع الناس للخوف بشكل عام. في نص القرن التاسع عشر في رسام فرنسي، اتمنى انا هقول اسمه صح، اسمه بول تيلرويتش، بعد تطور الفوتوغرافيا وظهور بعض اعماله المصوره والمطبوعه، قال الجمله المشهوره دي: من النهارده الرسم انتهى. لو بصيت على الموضوع من نظرته وقتها هتلاقي ان التخوف اللي عنده الى حد ما منطقي، لكن احنا في القرن ال 21 والرسم ما ماتش والاصاله ما ماتتش، بالعكس التصوير ساعد في وصول اللوحات لاكبر عدد من الناس. التكنولوجيا ساعدت في وجودنا في متاحف اونلاين بتقنيه الفي ار. يعني التكنولوجيا ساعدت الفن. في نفس الوقت تقريبا كان في تخيل ان في المستقبل بين سنه 2000 لسنه 2020 الطلبه هتروح المدرسه علشان تعمل داونلود للمعلومات جوه عقلها وتمشي. في ابحاث بتحصل في النقطه دي وجايز الوصول ليها، لكن لحد دلوقتي الموضوع ما وصلش. من ناحيه المجال المعماري كان في تخيل ان هيبقى في شخص معماري قاعد جوه كشك بيتحكم في الالات كلها، ومفيش عامل بشري غيره في المعادله، وبيبتدي يبني مبنى من A to Z. رجوعا للحاضر، خلينا نقول ان في تصورات الى حد ما كان فيها جزء صغير من الصحه، زي فكره الروبوتكس مقارنه بالتصور بتاع ان حد بيتحكم في الات، بس مش بشكل كامل. وكان في تخوفات ما كانش لها اي اساس من الصحه، زي ان التكنولوجيا هتقتل الفن. في المجال المعماري احنا بنشوف نفس الجدال بين المعماريين باختلاف ارائهم، ان الاصاله قلت، الاوريجيناليتي قلت، الكرياتيفيتي قلت، وان التصميم بقى بلا روح، وبينسبوا السبب لفكره التكنولوجيا. الموضوع وصل لبعض الاوساط مع التطور، مع تطور مهنه العماره، ممكن ان مهنه العماره نفسها ممكن تكون في خطر. الموضوع بدا بحاجات بسيطه زي الديبيت بين الكاد والريفيت والمانيوال، وان الريفيت بيقتل التخيل، وان فكره ال 3 دي بشكل عام. بس دلوقتي حته الاوتوميشن والاي اي والروبوتكس، كل الناس بتتكلم ان الكمبيوتر هيبتدي ياخد شغلنا. انا عندي ايمان ان التصور ده في ظل المعطيات الحاليه مش حقيقي بالضروره، لان مع تطور التكنولوجيا في وظائف جديده بتتخلق، بالضروره في وظائف ثانيه بتموت. فالتخوف الحقيقي بالنسبه لنا انك ما تقدرش
تعيد تتعايش مع النقله دي، او انك ما تتحضرش كفايه للتطور ده. الجزء الخاص بينا النهارده هو الجينيريتيف ديزاين، هو جزء من النقله دي، جزء من النقله اللي احنا محتاجين نتحضر لها ونتعلمها. في حاجات كتير جدا في التكنولوجي وتاثيرها على العماره زي الروبوتكس والاي اي وحاجات كتير اكتر، بس انا هركز بشكل عام عن ايه هو الجينيريتيف ديزاين من بره، عشان يعني بحيث في الاخر انت يكون عندك جنرال اوفر فيو، تعرف ايه اللي بيحصل من بره وتعرف ايه اللي بيحصل من جوه. هنعرف ايه هو الجينيريتيف ديزاين ليه وازاي. اول حاجه اتمنى ان هو ما يقفلش. اول حاجه الجينيريتيف ديزاين، كنت خايف، انا اسف جدا. الجينيريتيف ديزاين هو عمليه استكشافيه للتصميم، حيث احنا كمعماريين او مصممين بنحط اهداف لبرنامج التصميم الى جانب محددات وبارامترز معينه، وبعد كده البرنامج بيحاول يدور على افضل الحلول دي بعد ما يولد بدائل للتصميم. الجميل بحسب معظم البرامج نفسها سواء اوتو ديسك او تولز الثانيه، البرنامج بيتعلم من كل مره هو بيشتغل فيها، وده بيخلي التطور بالنسبه له كبير جدا. دي نظرة سريعة على اليوزر انترفيس الخاصة بالجنريتيف ديزاين تول في الريفت. علشان نشوف التعريف، فمثلا احنا قلنا مثلا ان التعريف هو عملية استكشاف تصميم، احنا المعماريين بنحط اهداف اللي هي الجولز لبرامج التصميم الى جانب محددات اللي هي الكونسترينز وبارامترز اللي هي الفاريبلز، وبعد كده البرنامج بيحاول يدور على افضل الحلول اللي هي دي، اللي هو بعد كده بيبدل بيدينا اللي هي بدائل التصميم اللي احنا في الاخر بنختار واحد منهم مانوال وبنبتدي نشتغل عليه. دي نظره سريعه على الانترفيس الخاصه بالجنريتيف ديزاين تول في الريفت. طيب ايه هو البايب لاين؟ ايه اللي بيحصل اصلا في الجنريتيف ديزاين؟ طيب عشان نخلي الفكره اوضح انا هشرحها بكذا طريقه. دلوقتي الانبوت اللي احنا بندخله هو كونسترينت بارامترز، وهنتكلم عنها بالتفصيل. بيبتدي يحصل حاجه اندر ذا هود، بيبتدي يحصل حاجه يعني بطريقه معينه، وبتبتدي تطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي انا ابتدي استخدمه وابتدي اشتغل عليه. البايب لاين عباره عن الداتا اللي انا بدخلها بيحصل لها جنريت، وبعد الداتا ما بيحصل لها جنريت البرنامج بيعمل لها ايفالويت اللي هو بيفكر فيها، وبعد كده بيعمل لها ايفولف بيطورها، وبعد كده يعمل جنريت اوبشن ثاني، وبعد كده يطوره يعمل جنريت اوبشن ثاني، وبعد كده يطوره، وبعد كده في الاخر بيديني كل الاوبشنز اللي منها اقدر اختار ديزاين اوبشن ابتدي اشتغل عليه. ده مثال من الامثله اللي اوتوديسك كانت بتدرسه خلال تطوير الاداه. جنريتيف ديزاين كانت قبل ما تكون جنريتيف ديزاين تول في الريفت كانت حاجه اسمها ريفاينري. فالمقاله دي هتبقى احطها في الاخر في الريسورسز. كانت المثال ده هو بيتكلم عن سبيس بلاننج اللي هو عنده فراغ فيه كونسترينز. ايه الكونسترينز اللي موجوده عندي؟ لو عندي الكولومز دي اكزيستنج، ده الباوندري بتاعي، ودي الانترنسز، وعندي كمان ديزاين كونسترين ان انا عايز السبيس ده يكون بالشكل ده. تمام. الصوره رقم واحد بتعمل فيها كل الكونسترينز. عندي بقى اللي هي هنا بيبتدي هو يفكر ازاي. اول حاجه افكر فيها اللي هي نقطه المداخل كاول محدد، وهي بيبتدي يحدد منها المسارات الرئيسيه، واللي منها ابتدى يحدد المسارات الفرعيه، واللي منها ابتدى يقول خلاص اوكي دي الجريدز المبدئيه للمساحات. فاول جنريشن بيحصل بيبتدي البرنامج يعمله، ويبتدي يعمل له ايفالويت. فالايفالويشن لسه دلوقتي في حته الجنريشن. فالصورة رقم أربعة بالمحددات اللي هم دخلوها وقتها، ان هم عايزين الفود اند بافريج تكون في مناطق قريبة من المداخل. احنا هنشوفها هنا قريبة من النقط الزرقاء، على عكس الناحية التانية النقط الحمراء هي اكتر نقط الناس بتروح فيها، فهي عند الانترسكشنز وعلى المحاور الرئيسية ابتدوا يحط الفراغات الرئيسية. ومنها بعد ما بدأ يحط الفراغات الرئيسية في الصورة رقم 5 ابتدى يحط الفراغات الفرعية حولها، ويبتدي يعمل اللي هو ايفالويت للاوبشن، ويبتدي يطور فيه لحد ما في الاخر بيوصل انه يوصل لقرار. الايفالويت هنا بناء على هم حاطين ايكويشن معينه بتحسب اللي هي الاكسسبيليتي، اللي هو حد يوصل من دي السنتراليزيشن اريا بتاعتهم ويبتدي يوصل لمعظم الاجزاء بتاعه المعرض لان هو كان اكسبشن. فبالتالي في الاخر الموضوع
بيديهم في الاخر بيبتدي زي ما انت شايف بيبتدي يديهم ايفالويت، ففي الاخر بيديهم ثلاث نتائج بكل الريزلتس اللي عندهم اللي منهم هو يقدر يختار نتيجه منهم، ويبتدي يقول اوكي هو ده الديزاين فاريشن اللي انا هبتدي اديفلوب عليه. طيب ده جنرالي ايه هو الجنريتيف ديزاين. طيب ايه هي الجنريتيف ديزاين تولز او ايه هي البرامج؟ مش شرط مش لازم تستخدم الريفيت مع الجنريتيف ديزاين، في كذا اسبيكت، في كذا تول. يعني مثلا الراينو مع الجراس هوبر، في معاه الجزء اللي هو الخاص بالجلاباجوس، وفي تول نازله جديده اللي هي الولاسي. مع الريفيت هو في اللي هو الفيوجن وده كان موجود من زمان، وفي ريفيت تولز والديفيس داينامو اللي احنا هنتكلم عنها النهارده بالتحديد، وفي تول بتعمل حاجه معينه مع الريفيت برضه اسمها هينتايز، وفي بعض الادوات او الاضافات الثانيه مع الريفيت اللي بتعمل نفس الشيء. تمام، في بعض بقى الحاجات اللي هي ستاند الون هي بتشتغل ويب بيست، بعد كده بتعمل اكسبورت وبكده بتبتدي تشتغل على اي برنامج تاني زي تيست فيت وفينش 3 دي، وفي اكتر من كده بكتير. يعني لو فضلت اجمعهم كلهم هبتدي اني الموضوع يعني هياخد مساحه كبيره. انا عايز اتكلم عن امثله. الامثله اللي انا اختارها دلوقتي هي امثله بيزكس، انا اخترت امثله من الحاجات اللي هي بتكون كمدخل. المثال اللي قدامنا ده هو بيبتدي يعمل ديزاين للماسز ريفيت ماس عاديه جدا، وبيبتدي نقول له ان احنا عايزين عندنا 1 بت 2 بت 3 بت وستوديو اليمنتس، وبالتالي احنا عايزين عدد معين من الاستوديوز وعدد معين من كل كاتيجوري، ويبتدي هو يختارهم في وسط الماسز. فانت في الاخر تعرف الديزاين بارامترز او الديزاين الانتنشن بتاعك النيه بتاعتك منطقيه ولا لا. المثال الثاني اللي هو برضو ده من السامبل فايلز في الريفيت، اللي هو في الاخر بيعمل جريد بليسمنت للفرنيتشر اليمنت بتاعك، بحيث في الاخر يديك فاريشنز من السبيس بلاننج ده. تمام، ده الفي اوبتمايزيشن جالاباجوس. طيب انا دلوقتي دي كانت انترودكشن سريعه جدا ايه هو الجنريتيف ديزاين. دلوقتي احنا هنفتح ريفيت وهنبتدي نبص على التول نفسها واليوزر انترفيس ونشوف شكلها عامل ازاي قبل ما نكمل البرزنتيشن. طيب انا عندي اللي هو الارك لينك موديل، ده السامبل موديل اللي موجود مع ريفيت. انا بس كل اللي عملته هنا ان انا عملت امبورت اللي هي الديسك فاميلي واللي هي موجوده هنا. طيب علشان توصل للجنريتيف ديزاين تول في ريفيت لازم تروح مانج، وبتلاقي الجنريتيف ديزاين بانل هنا، بتلاقي فيه تو بوتنز، اللي اول واحده اللي هي كرييت ستاديز، وتاني واحده اللي هي الاكسبلور الاوتكمز. لو عملنا الكرييت ستاديز بتلاقي ان في بتظهر الستاديز بتاعتنا عندنا هنا، دول 3 سامبلز، وده الستادي اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. ال 3 سامبلز هو اللي هو الورك سبيس لي اوت وات ايفر، ايه الستادي بتاعتنا. فانا مثلا على سبيل المثال عشان اوضح الاداء هبتدي اختار الاوفيس لي اوت، فبيبتدي يظهر اليوزر انترفيس اللي عندنا ده. فاليوزر انترفيس اللي موجود قدامنا هو اوكي، اول حاجه اللي هو ورك سبيس لي اوت، هو ده اسم السكريبت او داينامو سكريبت اللي بنعمل بيه الجنريتيف ديزاين ستادي. الستادي نيم ده اللي احنا هنعملها دلوقتي، مثلا خلينا نقول مثلا ان هو اوفيس ويبينار. تمام، الميثودز دي هنتكلم عنها بالتفصيل كلها دلوقتي، بس اللي انت محتاج تعرفه ان الميثودز هي الجزء اللي هو الطريقه اللي بيدور بيها على الحلول. في اربع طرق بس هي الطريقه بيدور بيها على الحلول، ودلوقتي احنا هنعمل مع اوبتمايز. تاني ريبون هنا اللي هي البانل اللي هنا اللي هي سيلكت موديل، فهو بنبتدي نختار تو اليمنتس اللي هيبتدي هو يوبريت عليهم، هو يبتدي يشتغل عليهم. اول اليمنت بالنسبه لنا الروم اللي هو اللي احنا عايزين نفرشها، فهي هتكون اللي هي الروم دي. تاني حاجه الديسك فاميلي انسنس، الفاميلي اللي احنا عايزين نستخدمها علشان نفرش بيها. تمام، واجي زي ما اتفقنا قبل كده ان الجنريتيف ديزاين بيشتغل ازاي، ان احنا عندنا جولز اهداف عايزين نوصل لها، وعندنا بارامترز وكونسترينز بنبتدي نحطهم، وهو بيبتدي يدينا اوبشنز بناء على ده. فاول حاجه هتكلم عنها هنا هي الجولز.
اللي عمل السكريبت او اللي عمل الاستادي ده حط 3 جولز انت ينفع تختار ما بينهم. اول جول اللي هي الافريج ديستنس تو اكزيت، بعد كل ديسك عن الاكزيت ده، تمام. تاني واحده اللي هي الفيوز تو اوتسايد، انا عندي هنا دي كيرتون وول ودي كيرتون وول، فدي الفيوز تو اوتسايد، كم ديسك هيكون شايف الفيوز لبره. تالت واحده اللي هي النمبر اوف ديسك، عدد الديسك اللي موجود عندي في الفراغ، تمام. خلينا نفترض اللحظه ان احنا عايزين نعمل نفرش السبيس ده بناء على حاجتين، عايزين اكتر عدد من الديسك وعايزين اكتر عدد فيوز من اوتسايد. الفراغ مش كبير ففكره الديستنس تو اكزيت ماهوش بارامتر كبير هنا، تمام. الكونسترينز والبارامترز دي هبتدي اشرحها وبعدين هنخش جوه السكريبت في سكريبت معينه وابتدي اتكلم عنها. بس هو هنا بيقول لك مثلا ان هو انت ممكن تقول له مينيمم نمبر اوف ديسكس 10، فهو ما يدورش اقل من 10، انت كده بس بتحدده جوه محددات معينه بحيث ما يفكرش براها، تمام. الفاريبلز اللي هي البارامترز اللي بتتغير، اللي هي هنا نقطه الروتيشن بتاع الديسك، انت عايزه ينفع يتغير ولا عايزه بس يكون بيربنديكولار على السبيس، السبيس بتوين كل رو والتاني كام، تمام. وهنا الجنريشن سيتنجز جنرالي هي بتتحكم في حاجتين، وقت الستادي، تاني حاجه عدد الجنريشنز اللي هيجوا لك، تمام. نتكلم عن البارامترز دي برضه بالتفصيل، بس انا كل اللي هعمله دلوقتي زي ما احنا عملنا، احنا اخترنا سيلكت الروم وعملنا سيلكت للديسك فاميلي وهنبتدي نعمل جنريت. فهو هيبتدي يفتح لي ويندو تاني. اللي هي فيها النتائج بتاعت الاستادز. الويندو دي طبعا انت ينفع تقفلها وتبتدي تكمل شغل، فمثلا انت لو بتعمل كرييت الاستادي او حاجه انت مش بالضروره تفضل فاتح الويندو. انت ينفع تبتدي تشتغل عادي وتكمل وتعمل موديل وتكمل شغلك، وبعد ما تخلص بتبتدي تعمل اكسبلور الاوتكم. طيب هو بس يعني ايه حفظا للوقت عشان هيبتدي ياخد وقت كتير ان هو هيعمل، فهو بيطلع لك الداتا بالطريقه اللي انت شايفها دي، تمام. بيبتدي يطلع لك يقول لك ان دي ده 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 دي الفاريشنز كلها، تبتدي مثلا تختار واحد منهم وتبتدي تقدر تعمل له تبتدي تبص على الاورينتيشن بتاعه وتبتدي تشوف اوكي هو فيت ولا مش فيت. بس في طريقه اذكى ان انت تعمل كده، في تو فلترز هنا هم بيعملوهم في التولي. اول فلتر اللي هي سكاتر بلوت. سكاتر بلوت بتقول له بتختار ما بين حاجتين، مثلا انت اهم حاجه عندك بالنسبه لك هو الفيوز تو اوتسايد، فهو بيحطها لك على الاكس اكسس. وتاني حاجه بالنسبه لك مثلا اللي هو عدد الديسكس، فانت مثلا لو عايز مثلا اكتر فيوز للاوتسايد فده، اكتر عدد للديسكس فهو النقطه دي، فهو الفاريشن ده. لو انت تبتدي بقى تختار بناء بقى على 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 المحددات او 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 الحاجات اللي في بالك، فمثلا لو احنا هنختار الجزء ده فبتبتدي في الاخر تلاقي ان اوكي هو قسم قسمه بالطريقه دي، وبعد كده في الاخر بيقول لك ان الاوتبوت بتاعتك قد كده، ان الافريج ديستنس تو اكزيت، الفيوز تو اوتسايد، النمبر اوف ديسكس بتوعك 26، الروتيشن بتاعك 5 درجات من الفراغ، السبيس بتوين روز بتاعك 13 فيت، تمام. اليونتس بالفيتس لان الستادي اتعملت بالفيت. تاني فلتريشن اللي هو في الاخر لو انت عايز كميه او عدد معين من الاوبشنز بس بطريقه معينه، بطريقه مثلا تقول ايه انا مثلا مينيمم الديسكس بتاعتي تكون 25، فهيجيب لك كل الاوبشنز للديسك بتاعك من 25 لاكتر. انا عايز مثلا الفيوز الاوتسايد تكون مثلا النسبه بتاعتها كده، فبقى عندك تو اوبشنز. انا عايز ان السبيس بتوين روز ما يكونش غير المساحه دي. ففي الاخر بعد ما بتبتدي تحط الفلتريشن بتاعك بتبتدي تقول لك بتبتدي توصل للكونكلوجن بتاعتك اللي هي في الاخر زي ما انت شايف الجزء ده. طيب الموضوع بيقف على كده؟ لا، انا اقدر ابتدي اعمل جنريت ريفيت اليمنتس للاليمنت بتاعتي بدل ما هي تكون ريبريزنتيشن. يعني دلوقتي لو بصينا في الريفت هتلاقي لسه الفراغ فاضي، بس لو احنا جينا هنا دلوقتي وعملنا كرييت ريفت اليمنتس وهيبتدي يقول لي هنا ان هو بيعمل كرييتنج للاليمنتس، وهيبتدي يعمل كرييت للاليمنتس. زي ما انتم شايفين كده هو ابتدى يحط الديسكس بالطريقه اللي احنا كنا بالطريقه اللي هو عمل لها استادي، تمام.
انا بس يا ريت حد يقول لي ان الصوت تمام، كله تمام، مفيش اي مشكله في الشيرنج، صوت تمام، الله يكرمك. كله تمام، عظيم. طيب ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي احنا كنا لوس لي اوت، اللي احنا الانترفيس احنا كنا بنتكلم عنها، ايه اللي بيحصل هنا. ده اللي هو النيم بتاع الاستدي، هنا السليكشن اللي عامله من ريفيت، البينك اللي هو الموف ده والاحمر دول عباره عن الفاريبلز والكونسترينز اللي انا بحطهم، واللون الاصفر ده عباره عن الجولز اللي انا بحطها علشان في الاخر الاداه تدور على الاهداف بتاعتي. واللون الاخضر هنا اللي هو في الاخر هو عباره عن عدد الفاريشنز بتاعتي اللي هي الجنريشن، وعباره عن الوقت اللي هو بياخده، وحاجه اسمها السيد، ودي برضه هنتكلم عنها. السيد هو عباره عن لو حد لو في الفيجوال بروجرامنج، السيد مثلا كل ما بتغير السيد كل ما بيديك فاريشنز اكتر، فكره الراندمايزيشن يعني، بس هنتكلم عنها يعني. طيب انا قلت لك دلوقتي احنا هنتكلم عن السولفرز. السولفرز اللي هم كانوا هنا، كان في دروب مينيو من الميثود اللي هم الاوبتمايز كروس برودكت راندومايز لايك ذس. في فور سولفرز، الاربعه بيدوكوا اختيارات مختلفه، هنتكلم عنهم برضو بشكل عام. اول واحده هنتكلم عنها هي راندومايز. راندومايز هي بتحط قيم عشوائيه لكل انبوت وتبتدي تديك فاريشنز. فانت لو عايز زي ما بنقول كده تيست ذا ووتر، يعني عايز تشوف ايه كميه الاوبشنز اللي هي ممكن تطلع لك، شكلها هيكون عامل ازاي. بس هو في الاخر هو انا يعني لما كنت ببحث عن اللي هو طب هو ليه ممكن حد يعمل راندمايز، هو بس عايز يشوف اشكال عشوائيه. تمام، حته الاوبتمايز هو اكتر سولفر الناس بتستخدمه، واكتر سولفر هو بيخدم حته الاوبتمايزيشن، اللي هو في الاخر انا عايز اوصل لحل بناء على الجولز بتاعتي يوصلني بالكونسترينز والبارامترز دي. تالت واحد الكروس برودكت. كروس برودكت هو بيديك كل الحلول سواء تبع الجولز بتاعتك سواء مش تبع الجولز بتاعتك، يعني بيديك كل الحلول الممكنه، وده اكتر واحد بياخد فيهم وقت. اخر واحد سولفر لايك ذس، ده دايما بنستخدمه ان هو كسكند ستيب، يعني مثلا بعد ما بعمل اوبتمايزيشن وعندي اوبشن معين عايز اجيب بقى الاوبشنز قريبه من حواليه، ببتدي استخدم السولفر اللي هو اسمه لايك ذس، اللي هو يبتدي يجيب لك اوبشنز شبه الاوبشن اللي احنا لسه وصلنا له. تمام، فده بشكل عام كل الايه التولز او كل ده اليوزر انترفيس بتاع ايه كرييتنج ا ستادي. تمام، حاجه من الحاجات بقى يعني انا يعني اتمنى ان ايه هو الجينيريتيف ديزاين بيزد اون داينامو، ففي ليفل معين ان احنا محتاجين نكون فيه في الداينامو، محتاجين نتعلم داينامو كويس. فالسكريبت بتاعنا فيه تو نودز بره الداينامو بيبتدي يخشوا جوه السكريبت بتاعنا عشان يحولوا السكريبت بتاعنا من داينامو لجينيريتيف ديزاين سكريبت اقدر استخدمه في الاستادي. تمام، هما اتنين، واحده اسمها داتا ريمبر واحده اسمها داتا جيت. داتا ريمبر هي بتبيك الاليمنتس، بعد ما بنبيك الاليمنت لو نفتكر مثلا لما كنا بنعمل الاستادي وبنسلكت الروم وبنسلكت الديسك، فدول كانوا داخلين في الداينامو جوه الداتا ريمبر. تاني حاجه لما عملنا كرييت الاليمنت وابتدى يحط الفرنتشر، احنا بنقول له جوه الداينامو سكريبت ان الامر هنا هيكون ان احنا هنكرييت فرنتشر، وبنستخدم حته النود اللي هي اسمها اوبن جيت. تمام، النهارده هنعمل سكريبت. السكريبت ده مش انا اللي عملته، السكريبت ده عمله حد اسمه زاك كرون، يعني حد من الناس المشهوره جدا في المجال الداينامو والجنريتيف ديزاين، وهو بيشتغل شخصيا مع اوتوديسك، يعني انصحكم تتابعوه. هو عمل سكريبت، هو كان بيساعد في الاي اي اي مؤخرا، نزلت زي جايد لاينز الناس لما ترجع المكاتب تعمل ايه، يكون في مثلا 50% من الاوكيبنسي يكون بين كل كرسي وكرسي ما يقلش عن 2 متر وحاجات كتير جدا. فهو كان شغال معاهم ان هو بيديفلوب تول تبتدي الناس تستخدمها علشان يوصلوا للاوكيبنسي دي. فانا هبتدي اروح ريفيت بس المره دي انا هفتح اوفيس لي اوت، انا عامله اوفيس لي اوت فيري سمبل يعني اكزيستنج اوفيس لي اوت. طيب قبل ما نبص على السكريبت انا هفتح الداينامو سكريبت وهقول الفكره في الداينامو سكريبت والالجوريزم ورا الداينامو سكريبت وكل حاجه، بس الفكره كلها بالنسبه لي ان هو خلينا نشوف اصلا الموضوع بيفكر ازاي وايه الاوتبوت اللي بيطلعه. طيب هو بيعمل كده لما بنقل ما بين الفايلز، لازم احتاج اقفل وبعد كده افتح.
طيب هو بيفريز الجيف ديزاين لما بتكون فاتح كذا ريفت سيشن وتفتح ريفت سيشن تانية، تفتح الريفت سيشن بقى في نفس الويندو، سوري تفتح مشروع في نفس الريفت سيشن، بيبتدي يفريز. اظن ان هم يعني دي من الباجز اللي موجودة دلوقتي. طيب خلاص انا قلت انا هفتح اللي هو الاوفيس لاي اوت، ده عباره عن اوفيس لاي اوت في اللي هي الفاميلي اللي بتنزل مع الريفت اللي هي بيزك تشير واللي هي البيزك ديسك، وانا وزعت ابتديت اوزع الفراغ بطريقه معينه، ونفترض مثلا ده المكتب المعماري بتاعنا اللي احنا شغالين فيه، وعايزين في الاخر ان احنا نبيك 50% من الكراسي بحيث في الاخر يكون البعد ما بينهم يكون 2 متر. انا عملت الموضوع ده بغرض، انا عارف ان الكراسي دي بينهم في الاخر 2 متر هنا هنا ودول، ففي الاخر انا ابتديت عايز اعرف الالجوريزم هيكون شغال ازاي وهو بيدور على احسن، يعني انا يعني قررت ان انا اعمله على فراغ بسيط بحيث في الاخر ابقى انا اتاكد ان الريزلت في الاخر طالع هو فاليديتد فعلا. تمام، فانا هروح مانج وهنعمل كريت ستادي. جوه كريتي ستادي دول الثري اللي انت هتلاقيهم لما تفتح الجينيريتيف ديزاين عندك. نقطه بس سريعه كده لازم اقولها، الجينيريتيف ديزاين تول مش هتفتح معاك الا لما تكون عندك ايميل، الايميل ده عليه سبسكريبشن للاي اي سي، يعني هو مش بيفتح مع الستودنت فيرجن الا لما انت تعمل ساين ان بايميل هو عامل سبسكريبشن على الاي اي سي. تمام. فانا دلوقتي عندي ده اللي هو الاوفيس لي اوت بتاعنا، وده اللي هو احنا اللي هو اتعمل سبيشالي علشان يبتدي يقيس يختار الكراسي بناء على ان هي 50% او لا. هو بياخد انبوت واحد، بياخد الـ مش انبوت، بياخد بنسلكت حاجه واحده في الموديل اللي هي الكرسي، وبيبتدي هو يكون عندي variables و goals و constraints. الـ goals بتاعتي ان هي تكون 6 feet apart اللي هي انا عاملها جوه السكريبت 2 متر، والـ occupancy بتاعتك percent of full occupancy، انت عايز تبقى توصل لاكبر عدد من occupancy ولا لا. خلينا نعملها بطريقه ثانيه، percent of full occupancy خلينا نقول ان المينيمم بتاعنا يكون 50%، ونبتدي ان احنا نشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. تمام، فزي ما انت شايف الاستادي او اللي اوت ستادي يعني يوزر فريندلي جدا، وانس انك تعمل الداينامو سكريبت وانس انك بتبتدي تحضره للتيم بتاعك، فالورك فلو بتكون سهله جدا، وده سهوله الموضوع في الامبلمنتيشن. مثلا لو انت شغال في مكتب وانت الشخص اللي بتحضر السكريبت، يعني مثلا حاجتين بحسهم يعني ثوريين جدا في الموضوع ده، الداينامو بلاير والجنريتيف ديزاين تول. الداينامو بلاير ما بيحتاجش حد يكون عارف داينامو عشان يشغل داينامو سكريبت، والجنريتيف ديزاين برضه ما بيحتاجش حد يكون عارف داينامو عشان يشغل الجنريتيف ستادي. فبالتالي الموضوع في الاخر بيكون على عاتق او على كتف الشخص اللي بيعمل السكريبت وبيحضره، وبعد كده التيم كله بيوزر فريندلي بوتنز وبارامترز بيبتدي يستخدمه ان هو يجنريت مور اوبشنز. تمام، فانا دلوقتي هقول له ان هبتدي اشرح كل البارامترز جوه الداينامو، بس انا بكل البيزك كده هبتدي اعمل جنريت. تمام، فهو هيبتدي يعمل جنريت للاوفيس لاي اوت، وهيبتدي يطلع لنا اوبشنز لل 50% بتاع الكراسي. بس وهو بيعمل كده في الباك جراوند، خلينا نفتح الداينامو سكريبت نفسه ويبتدي نشوف ايه اللي بيحصل جوه. طيب عظيم، اول حاجه بشكل عام السكريبت بسيط، يعني السكريبت ده لو جيت تقارنه مثلا بالناس اللي بتشتغل دايما، جيت تقارنه مثلا بالسكريبتس اللي احنا او اي حد بيعملها بيشتغل دايما، هتحس ان هو سكريبت النودز فيه قليله جدا. الموضوع ساعات بيكبر ان انت مش بيبقى الموضوع اكبر من كده بكتير. فالموضوع بشكل عام بيعمل حاجتين، بيختار كل الكراسي الموجوده في الفراغ، ويختار 50% منهم بناء على كل كرسي يكون بعيد عن الثاني في حدود 2 متر، وبعد كده يعمل لها اوفر رايد ان فيو بلون اخضر عشان تعرف ايه الكراسي المتاحه بمسافه امان بينها وبين بعضها. بشكل تفصيلي خلينا نبص على كل سكريبت لوحده، ده بيعمل ايه واللي بعده بيعمل ايه. فده مثلا هنا كل اللي بيعمله سيلكت فاميلي انسنس. لو تفتكر مثلا واحنا كنا في كريت ستاديز، احنا كل اللي عملنا سيلكت وابتدينا نختار ايه الكرسي، فده النود دي.
فبيبتدي يختار كل الانستنس كل الانستنس من نفس الفاميلي تايب تمام. وبعد ما بيختار كده ده اللي البانل ده بتعمله. بعد ما بيختار كل الانستنس من الفاميلي تايب بيبتدي يختار كل الكراسي دي بقى اللي موجوده في نفس الليفل. بمعنى انا مثلا لو انا عندي مثلا ليفل تاني اللي هي السكند فلور مثلا في نفس نوع الكرسي، فانا عايز اتاكد ان انا بختار الكراسي اللي في الليفل بس اللي في الليفل ده بس تمام. فهو بيبتدي يجيب حاجه اسمها بوينت زي، بيبتدي يجيب اللوكيشن بتاع كل فاميلي، ويبتدي يجيب بيجيب اللوكيشن بتاع الفاميلي اللي انا اخترتها من هنا اهو اللي هو الزي بوينت، وبعد كده يجيب اللوكيشن بتاعه كل الفاميلي، وبعد كده يجيب لها الزي بوينت، وبعد كده يختار يتاكد ان احنا بنختار نفس الزي بوينت بتاع اللي احنا اخترناها في الاستادي. فبالتالي كده من الخارج من ان هو كل الكراسي اللي موجوده في الجراوند فلور من النوع ده تمام. بعد كده هو بيتاكد من حاجه تانية وهي طيب ثواني، هو في حد كاتب ان هو مش سامع صوت، هل هي مشكله عنده لوحده ولا مشكله عند كل الناس؟ لا صوت واضح، صوت واضح. طيب تمام خلاص، احنا قلنا ان هو بيتكلم ان هو هنا وصلنا ان احنا اخترنا كل الكراسي اللي موجوده في الليفل ده تمام. بعد ما اختار كل الكراسي اللي موجوده في الليفل ده هو بيبتدي يعمل لها اوفر رايد. اتفقنا ان هو في الاخر السكريبت، هروح لاخر نقطه هنا، هو هيمسك الكراسي اللي احنا نختارها وهيبتدي يعمل لها اوفر رايد باي جرين كولر. ايه اللي هو بيعمله ده؟ بيعمله ده كانك انت رحت هنا كده ورحت عملت اوفر رايد باي اليمنت وقلت له ان السيرفيس باترن بتاعي فور جراوند او باك جراوند لونه اخضر. فبالتالي فيجوالي انت خلاص سوري عملت كانسل اوفر رايد باي اليمنت سوليد طيب. فبالتالي هو لما تيجي تقول له باك تو ريفيت، ما في حاجه غلط، ما تيجي تقول له باك تو ريفيت فهو في الاخر هيبتدي يعمل الاوفر رايد بالطريقه اللي احنا شفناها دي. بالطريقه دي تمام؟ تمام. فهو هنا بقى بيعمل ريست يتاكد ان مفيش اي حاجه واخده اوفر رايد، عشان لما يجي يعمل اوفر رايد ما يبقاش فيه كذا حاجه واخده اوفر رايد. فهو هنا بيعمل ريسيت للاوفر رايد لكل الكراسي، وبعد كده بيستخدم بقى النود اللي احنا اتكلمنا عنها وهي الداتا ريمبر. دي نود خاصه بالجنريتيف ديزاين. يعني لو جينا بس على الجنريتيف ديزاين هنا هنلاقي فيه تو نودز، وفي نود للسلكشن اللي مش هنتكلم عنهم، احنا هنتكلم عن اهم تو نودز وهما الداتا والريمبر. الريمبر سوري جيت وريمبر. الريمبر هي بعد ما بنختار ونسورت ونفلتر الفاميليز بتاعتنا اللي احنا هنوبريت عليها بنبتدي نحطها في النود دي. النود دي زي كاش نود كده، بيبتدي ان هي تاخد كل الجيومتري دي وتعمل لها ستور عشان نبتدي نستخدمها في كل ايه؟ في كل الاليمنتس او في كل الالجوريزمز اللي جايه تاني تمام؟ فبيبتدي هنا بقى بيجي الدور حاجه تانيه. طيب هو هنا الالجوريزم مش بتاعي زي ما قلت لكم، هو بتاع زاكرون. فهو هنا السكريبت بتاعه كان كالاتي. لو جينا مثلا انا هبتدي هايد كل حاجه عشان اشرح الالجوريزم. دي النقط السوداء اللي بالنسبه لنا دي هي كل النقط السوداء اللي بتمثل وجود الكراسي تمام. لو جينا نبص على باث مثلا ما بين الكراسي دي كلها هيكون عدد لا نهائي من الباثس. فهو عمل عايز الجينيريتيف ديزاين تول او الاستادي نفسها تدور بطريقه معينه، اللي هي الطريقه ان هو يعمل باثس كتيره جدا ما بين النقط دي، ويبتدي يقول للجينيريتيف ديزاين على الباث بتاعنا ده ايه المسافه بين كل كرسي والتاني تمام. خليني اوريكم حاجه واحده 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 واحده. طيب هو اول حاجه عمل حاجه اسمها بعد ما احنا وصلنا هنا ان احنا وصلنا للبوينتس بتاعه الكراسي اللي موجوده في الجراوند فلور، وابتدى يعمل لها حاجه اسمها باوندنج بوكس. باوندنج بوكس هي اللي هي بتعمله ان هي بتعمل لك زي بوكس كده حوالين زي بوكس حوالين الاليمنتس بتاعتك كلها تمام. بعد ما عمل الباوندنج بوكس ابتدى يعمل حاجه، يجيب الفيرتيسز ويحولها لجيومتري، وبعد كده الغرض من الموضوع انه يجيب دايره حوالين كل الكراسي بتاعته اللي منها هيقسم الدايره دي لنقط،
وهيبتدي يوصل النقط دي ببعض عن طريق بيعمل نيربس كيرف ما بينهم. النيربس كيرف دي بتكون عن طريق زيجزاج. هو ليه عمل كده؟ هو عمل كده عشان يكون في فاريشن كتيره جدا للباثس، بحيث في الاخر يكون عندي فاريبلز، الفاريبلز دي يقدر الجنريتيف ديزاين ستادي تول تيتريت عليها فتدينا اكبر عدد من الاوبشنز. طيب هقول لك ازاي. اول حاجه مثلا في حاجه اسمها هنا الروتيشن، الباثز ما بين، يعني مثلا هنا لو غيرنا الروتيشن هتلاقي ان الباث بيتغير. فالجنريتيف ديزاين هتعمل ايه؟ هتبتدي تاخد السلايدر ده من صفر لواحد، وتبتدي تقيس، تبتدي تستخدم كل الباثز اللي موجوده ما بين التشير اوردر. دي اول نقطه. تاني حاجه الريزوليوشن، عدد النقط كمان بيحدد الباث، بيحدد في الاخر كمان اختيار الكراسي. تمام؟ فهو في الاخر ابتدى ان هو يعمل الباثز بتاعته، وبعد ما عمل الباثز ابتدى يأوردر، يبتدى يجيب الكراسي ويعمل لها سورتنج، ويبتدى يعمل لها فلترنج، وفي الاخر بيبتدي يستخدم حاجه اسمها جيومتري ديستنس 2. جيومتري ديستنس 2 هي بتلقط المسافه ما بين نقطتين، فابتدى يلقط المسافه ما بين النقط بحيث في الاخر يعرف هو الفرق ما بين كل كورس كام، ويتشيك هم 2000 ملم، اليونتس هنا مليمتر. لو 2000 ملم بيبتدي يحطهم يديك بوليوم ترو ام فولس، بعد كده يبتدي هو يعمل فلترنج بالبوليوم دي في الاخر، بحيث هو يبتدي ياخدهم ويعمل لهم اوفر رايت الاليمنتس دي اللي هو خرجها، يعمل لهم اوفر رايت في الفيو باللون الاخضر. ده الالجوريزم بشكل عام، هو ممكن يكون الى حد ما بسيط لناس ومعقد لناس، هو الديبنس في الاخر على، هو في الاخر انت الليفل بتاعي انا مثلا في الداينامو عامل ازاي. تمام؟ الجزء اللي تحت ده بيبتدي يعمل اوفر رايد في الريفت فيو، الجزء اللي فوق ده بيبتدي يعمل سفيرز حوالين الايه؟ الكراسي اللي احنا ينفع ناخدها عشان لو عايزين نشوفها في الداينامو سكريبت، يعني هو عامل الاثنين. تمام؟ فمثلا لو انا مثلا ابتديت اقفل الداينامو سكريبت وابتديت اروح للجزء الخاص بالاكسبلور اوتكمز، بشكل غريب لسه شغال مهنج. اشتغل. طيب فدلوقتي بسبب حاجتين دلوقتي الاوبشنز بتاعه مش كتير بسبب حاجتين، وانا يعني بسبب ان انا عملت اللي اوت بتاعي سهل جدا، ان هو في الاخر انت ممكن بعينيك تلقط اوكي هو انا ممكن اعملها بالطريقه دي، ففي الاخر هيكون البعد ما بينهم 2 متر، بس انا في الاخر عملته لسبب اللي هو انا عايز ابروف البوينت بتاعت ان هو الموضوع اتس وركينج، يعني من كميه الاوبشنز الموجوده ومن كميه الحاجه اللي موجوده، فهو ابتدى في الاخر يديك اوبشنز هو فاليديتد اوريدي. فمثلا لو احنا ابتدينا نعمل كرييت ريفيت اليمنتس، هو هنا بيعمل كرييتنج، هنبتدي نروح نلاقي ان هو ابتدى يختار لنا الكراسي اللي البعد ما بينها 2 متر اللي تسمح بنقطه التباعد الاجتماعي. تمام؟ انا هل في اي اسئله لحد دلوقتي؟ الو؟ باشمهندس ان شاء الله اسئله بعد هو دلوقتي الجزء التطبيقي خلص، الجزء الجاي من المحاضره هيكون عباره عن خطوات الديفلوبمنت، هيكون عباره عن خطوات ان انت ازاي تمبلمنت ده بشكل مباشر، يعني الخطوات انت ازاي تتعلمه وازاي تمبلمنت ده في الورك فلو بتاعك وازاي بيأثر على الديزاين ورك فلو بشكل عام. فالجزء الخاص بالتطبيق نفسه هو مهم جدا، ان هو يعني بحيث في الاخر الشخص يكون هو يعني يفهمها ولا لا. هل في حد عنده اي سؤال؟ تمام، عظيم جدا. طيب عشان تحضر نفسك لحاجه زي كده، اولا انا حابب اقول نقطه مهمه،
التكنولوجي او الحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي سواء الهيستوري بتاعها او سواء التولز والبرامج حكينا عنها من بره، بحيث في الاخر الوقت عشان الوقت يسمح. تاني حاجه بحيث في الاخر انت محتاج اوفر اول ايمج علشان في الاخر تعرف التكنولوجي بشكل عام بتتكلم ازاي. بس انت في كذا خطوه انت محتاج تعرفهم ورا بعض بحيث في الاخر انت تديفلوب يور سيلف في الحته دي. اول نقطه يعني انت محتاج تتعلم الداينو لادفانسد ليفل، يعني انت محتاج تاخد الداينو بتاعك سواء من انت ما تعرفوش او سواء البيزك ليفل او سواء الانترميديت ليفل، انت تاخده الادفانسد ليفل. ادفانسد ليفل بمعنى انت تكون عارف كويس جدا فكره الليرنينج الليستنج مانجمنت، تكون يعني بتقدر تبيلد الجوريزم من دماغك مش شفت التوتوريالز. لما توصل للمرحله دي انت بتبتدي تكون خلاص وصلت للداينامو في ادفانسد ليفل. محتاج البايثون از ا بروجرامينج لانجويج في الادفانسد توبكس، يعني في كتير جدا الجوريزمز ممكن تاخد منك ساعات ان انت تبتدي تعملها بالداينامو نودز، بس في الاخر لو انت بتعرف داينامو سوري بايثون سكريبتنج الموضوع هيكون اسهل وهي بوش الليميتيشن. ثالث حاجه ان انت لازم تكون عندك مين سورس. المين سورس دلوقتي العظيم انا هشيره معاكم اللي هو الجنريتيف ديزاين برايمر، ده لازم يكون المين ريفرنس بتاعك. تمام. رابع حاجه اول جنريتيف ديزاين الجوريزمز بوسبل. في الجنريتيف ديزاين ويب سايت عليه امثله، اليوتيوب في امثله كتيره جدا، في كذا حد ابتدى يعمل فيديوهات مخصصه لامثله، مش انترودكشن عن الموضوع على قد ما هو مثال عن الموضوع. تمام. ثالث حاجه اخيرا يعني وده اوبشن، احنا دلوقتي بنبيلد اونلاين كورسز لها علاقه بالداينامو، علاقه بالبايثون، لها علاقه بالجنريتيف ديزاين، بس هي ات ستيل ان بروجريس. يعني الريسورسز بتاعتنا وهي هضيف عليها قبل ما ابعتها، هي الجنريتيف ديزاين ويب سايت هو generativedesign.org، ده خاص بالجنريتيف ديزاين يوزنج ريفيت. وبعد كده في ثريد جميله جدا على ميديوم وهي الجنريتيف ديزاين الخاصه ب سوري الثريد الخاص بالجنريتيف ديزاين، وهنا بيتكلم عن الجراس هوبر عن الراينو بيتكلم عن كل حاجه. تالت واحده المقال اللي انا يعني اكتر مقال شدني للموضوع وهو الجنريتيف ديزاين فور اركتكتشر سبيس بلاننج اللي هو اتكلمنا عنه في وسط البرزنتيشن، وده معمول من باي اوتوديسك. المفروض دلوقتي ان هو الوقت بتاعنا كان ساعه. طيب تمام. فبس هو ده اوفر اول البروجرس اوفر اول الموضوع. يعني جزاكم الله كل خير ومنتظرين الاسئله ان شاء الله. اعتقد ان الداينامو بيكون بطيء شويه، لو احنا قدرنا نعمل الحاجات دي بالسي شارب ممكن يكون اسرع. طبعا هو كل ما تبتدي تستخدم يعني مثلا السي شارب طبعا لان الريفيت جنرالي مكتوب الاي بي اي بتاعه هو في بي نت وسي شارب، ففي الاخر الكوميونيكيشن معاه بيكون اسرع. بس بشكل عام اللطيف في الداينامو واللطيف مثلا في اللغه زي البايثون ان يعني هي يوزر فريندلي، ان هو في الاخر انا كشخص بحاول اتعلم، انا مش كمبيوتر ساينس، انا مش خريج كمبيوتر ساينس، انا مش عارف الموضوع، انا معماري، انا في الاخر المهمه بتاعتي الاساسيه هي التصميم. فلو انا مثلا اروح في السي شارب فانا حاسس مثلا مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا هو اصعب تماما بياخد وقت اطول وبياخدك شويه بتعمل بيفت شويه للحته دي، بتروح خلاص لحته الديفلوبمنت بتبقى تخصص ديفلوبمنت. لكن الداينامو والبايثون هو انت لسه بشكل عام جوه السكوب بتاعك، جوه حته التصميم، جوه حته بالظبط. فهي دي ده الباور بتاع الداينامو والجنريتيف ديزاين تول والبايثون سكريبتنج كلغه. يعني طيب هل ممكن استخدمه في موضوع الاستدامه؟ يعني عندي مثلا في الليد او في اعتقد في الامارات نظام اللؤلؤ او الاستدامه ممكن اقول له انا عايز اعمل انا اعملها لي. تمام. في تو بلجنز بيشتغلوا على الموضوع، هم الليدي باك تولز هي بتشتغل على الداينامو، وريسنتلي مؤخرا هم عاملين تول في الكلاود. يعني مثلا حضرتك انا كنت بتكلم عن الشيدنج ستراكشر احنا كنا بنعملها في الاكسبو، فكنا بنحسب نسبه الظل على الارض، فجزء من الاوبتمايزيشن او جزء خلال البارامتريك بروسيس دي هو كان جزء خاص بالليدي باج. بنستخدم الليدي باج ان احنا بنجيب الاريا بتاعتنا، بنجيب الويذر انفورميشن بتاع البوينت اللي احنا بنعمل فيها المشروع بتاعنا، وبنبتدي نبتدي نستخدم البارامترز بتاعتنا والكونسترينز بتاعتنا ان احنا في الاخر نوبتمايز الموضوع ان احنا نوصل للنتيجه بتاعتنا. الليدي باج ده اللي كان في الراي مظبوط؟
ليدي باج موجود في الراينو وفي الجراس هوبر وموجود في الداينامو كباكج، وهما ريسنتلي بعد موضوع راينو انسايت قرروا ان هما يوقفوا الديفلوبمنت للداينامو وهيركزوا على الديفلوبمنت للجراس هوبر، لان دلوقتي انت تقدر تفتح الريفيت سوري تقدر تفتح الراينو والجراس هوبر كبارت من الريفيت نفسه. فدلوقتي الموضوع الاثنين بقى فيه بينهم انتجريشن كبير جدا. تمام، هو في حد بيقول ممكن اضيف حاجه؟ سامح اتفضل يا باشمهندس سامح. سريعا كده يا باشمهندس سامح اتفضل، عندك حضرتك اي بسم سؤال؟ الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب. عليكم السلام، اتفضل. اولا بشكرك يا باشمهندس على المحاضره الجميله الرائعه دي، وبشكر الحضور جميعا، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. ما اعرفش هو حضرتك تعرفني ولا لا، بس هو الباك جراوند بتاعي احنا متخصصين في الديفلوبمنت والبروجرامينج، وانا وكيل شركه برضو بريكس كاد بيم، ما اعرفش تعرف عنها ولا لا. عظيم. هي السوفت وير هو طبعا الجينيريتيف ديزاين يمكن جديد في الريفيت، ولكن هو موجود في البريكس من فتره باستخدام الراينو والجراس هوبر. وزي ما حضرتك تفضلت برضو الراينو جراس هوبر يعني هي 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 هيوقفوا دعم الداينامو، والراينو جراس هوبر هو اللي يمكن هيمسك الليد شويه في الفتره اللي جايه. ده حقيقي. بس هقولك وانه خفيف عن الداينامو، بس هو في مشكله وهتكون صغيره جدا، الا وهي ان الناس اللي بتعمل ديفلوب للراينو انسايت بيتعاملوا مع الاي بي اي بتاع الريفيت، وبالتالي دايما هيبقى فيه ليجنج، بمعنى ان الابديت هينزل الداينامو هتقدر تعمله بالداينامو دلوقتي، لكن الراينو انسايت هيبتدي ياخد وقت كبير جدا علشان تعمله. فانا مثلا يعني مثلا في يعني الجينيريتيف ديزاين جوه الجراس هوبر مور ديفلوبد عن اللي موجود جوه الريفيت. انا متفق معاك تماما، خصوصا في الجلاب باكوس. كلاباكوس من التولز اللي موجوده بقالها سنين يعني، وبتتطور يوم مع يوم. ده حقيقي. وفي ولاسي برضو، ولاسي كمان فيها انتليجنس جميل جدا يعني. انا كنت حضرت ويبينار من الشخص اللي عمل لها بروجرامينج، وكان فيها برضو بعض الالمنتس الجديده. راينو انسايد قوته ان انت بتستخدم كل ده مع الريفيت، لكن قوه بقى الريفيت او قوه الجينيريتيف ديزاين تول بتاعه الريفيت انها يوزر فريندلي، ان الشخص اللي ما بيعرفش بروجرامينج، الشخص اللي ما بيستخدمش النودز، الباقي التيم يعني مثلا يبقى في واحد بيحضر السكريبت، لكن انت باقي التيم ما بيعرفوش يستخدموه. تمام. الباور بقى بتاع الجينيريتيف ديزاين لاي اوت هو ان انت هو في الاخر بوتونز، هو نفس الاوامر بتاعه الوول بتاعه الويندو، فبعد ما تتدرب التيم عليها فساعتها الورك فلو بيكون اسرع، بغض النظر هو مش 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 ادفانسد زي التانيين. ده قصدي. هو في النهايه ان الـ بعد ما بعمل سكريبت انا بحول الامر عباره عن باتون علشان اليوزر اللي ما عندوش اي خلفيه يقدر يستخدم السكريبت بشكل سهل وسلس. بس في الراينو كذلك او في الجراس هوبر كذلك برضو، لان هو نفس يعني اللي يعرف داينامو هيقدر يعرف جراس هوبر بشكل سهل جدا، او العكس. أكيد. يعني الاثنين نفس الاستراكشر، هو كله فيجوال بروجرامينج، ولكن برضو بيبقى تقيل شويه في التعامل. هو بس ميزته ان هو يوزر فريندلي، لكن اللي عايز يدخل الموضوع ويدخل اندر ذا هود بقى هو الاي بي اي والسي شارب. الاي بي اي بتفتح لك ابواب كتير جدا جدا مغلقه، سواء في اوتو ديسك برودكتس او اذر الاذر كومبانيز، يعني شركات كتير. الاركي كات تقدر تدخل بيه، البريكس كات تقدر تدخل بيه. ما عنديش مشكله فعلا فعلا قويه، بس متعبه يعني. يمكن حضرتك وضحت في حاجه انك كمعماري ما انفصلتش شويه عن شغلك. بالظبط هي دي ميزه. لكن لو انت دماغك مديه شويه للديفلوبمنت والبروجرامينج خلاص، في تشارب اكيد طبعا. اكيد. بس كاركتكت بتشتغل ديزاين، بتشتغل ديلي ورك، انا شايف ان السي تشارب مش اللغه الاساسيه اللي تبتدي انك تستخدمها في الديلي بيس يعني. انا حاسس ان الموضوع في الاخر ممكن هيبقى اول حاجه على اللونج تيرم صعب جدا، اصعب من البايثون انك تتعلمه. تمام. البوسيبيليتيز اكبر، بس اكبر من ناحيه ايه؟ ان انا هعمل ديفلوب للبلجن. احنا كاركتكتس او كديزاينرز احنا مش عايزين نعمل بلجن، احنا عايزين اوتوميت الورك فلو، احنا عايزين نعمل موديل لحاجه احنا مش عارفين نعملها، عايزين نحل مشكله سريعه. لو في مشكله بقى احنا مش عارفين نحلها. ده صحيح. تقليل وقت الشغل فعلا، هو ده اللي احنا بنقوله. ذلك فعلا
دلوقتي الامر لا ينفك اي مهندس، اي مهندس، وده احنا بنقول والله من سنين حقيقي، ودي نصيحه، اي مهندس لابد انك تتعلم بروجرامينج لانجويج. اكيد طبعا اكيد، اي بروجرامينج لانجويج لازم تتعلم، لان كلنا ما بينفعش نشتغل بدون سوفت وير. ولذلك اي سوفت وير انت بتشتغل عليه الشركه بتفتح لك ويندو تقدر من خلاله تدخل تطور السوفت وير ده بشكل او باخر، او تعمل اوتوميتد تاسكس توفر وقت في الانتاجيه بتاعتك، وبالتالي لازم تبقى متعلم لغه برمجه يعني. اكيد لازم طبعا. انا بس اخر حاجه اخيره، بس انا دلوقتي عملت شير للبروجكت فايل، لو حد عايز البروجكت فايلز اللي انا استخدمتها بيبتدي يخش على اللينك اللي انا عملته، هيبتدي يسيب الايميل بتاعه ويعمل داونلود للفايل، فهيلاقي في الاخر ان الدينامو سكريبت بتاعنا ابتدى يتعمل له داونلود عشان يستخدمه لو هو عايز يطبق يعني. ده اخيرا يعني، بس كده. بعد كده الويبينار بشكل عام ان شاء الله بعد ما نسجلها هتبتدي تتحط هنا باذن الله. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس احمد، يعني شجعتنا على حاجات كتيره كده، ان شاء الله نحاول ندخل فيها ان شاء الله. انا حملت خلاص. عظيم 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 منصور، يعني انا والله شاكر جدا لمجهودك. انا شاكر حضرتك ان شاء الله، يبقى لنا لقاءات ثانيه باذن الله. اكيد اكيد باذن الله، اكيد باذن الله ان شاء الله لنا لقاء خاص باركايج ان ديت، ونحاول نعرف الناس بها اكتر باذن الله. اركايم باذن الله. باذن الله. خلاص عظيم، الله يهمك. جزاكم الله خير. عظيم. شكرا. مع السلامه.